السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موبايل شاومي بوكو اكس 6 وشفنا قد ايه ان هو موبايل ممتاز، وفي الحلقة دي هنتكلم عن موبايل شاومي بوكو اكس 6 لكن نسخة البرو اللي بتيجي بمواصفات فعلا ممتازة وبتقدم افضل قيمة مقابل سعر عكس نسخة الاكس 6 العادية، فعايزك تركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل عنه من ناحية المواصفات والاسعار. اول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل. طول الموبايل دوت 160 ملي وبعرض 74 ملي وبسمك 8 ملي، والوزن بتاعه من حوالي 190 جرام، والظهر بيجي مصنوع من البلاستيك او يعني البوليمر على حسب يعني تشتري انهي نسخة، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات ال 5G، وبالنسبة لصوت الموبايل الخارجي فبيجي استيريو وبقوة 24 بت واستغنى عن مدخل 3.5، والبصمة بتاعته بتيجي تحت الشاشة وبيجي معمارية IP54 يعني مقاوم للأتربة ورذاذ الماء فقط. اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع اموليد بمساحة 6.7 بوصة مع نسبة استحواذ بتوصل ل 90% وبدقة 1220 في 2712 بكسل وبأبعاد 20-9 ومع كثافة بكسلات 446 بكسل لكل بوصة، وبتيجي بقوة اضاءة بتوصل ل 1800 شمعة ومع معدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز، وبتدعم كمان 68 مليار لون وتقنية الـ HDR 10 بلس، وضيف عليهم كمان تقنية الدوبي فيجن وبيجي عليها طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس 5. اما بقى بالنسبة للرام والذاكرة فالموبايل دوت بيجي بثلاث نسخ، الاولى 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام، والتالتة 512 جيجا مع 12 جيجا رام ومن نوع UFS 4، وللأسف يعني مش بيدعم تركيب ميموري كارد، لكن دي حاجة حلوة عشان انت هنا عندك مساحة التخزين بتيجي من اسرع نوع واللي هو UFS 4. اما بقى بالنسبة لنظام التشغيل والاداء فالموبايل بيجي بنظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة هايبر او اس مع معالج ميتا تيك ديمنسيتي 8300، ولكن نسخة الالترا مع معمارية 4 نانو وبتردد بيوصل ل 3.3 جيجا هرتز ومعالج رسومي مالي جي 615، وبالنسبة ليعني اداء المعالج دوت فده معالج محترم هيوفر لك كده في البطارية بسبب معالية التصنيع واللي هي ال 4 نانو، وفي نفس الوقت هيديك اداء محترم بسبب قوة الانوية وكارت الشاشة. اما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الاولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.7 وبتدعم التثبيت البصري الـ IS، والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 وديت كاميرا الترا وايد بتصور بزاوية 120 درجة، والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4 وديت كاميرا ماكرو، وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانوراما والـ HDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبدقة Full HD بسرعة 60 فريم. اما بقى بالنسبة للكاميرا الامامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.4 وبتدعم تقنية البانوراما والـ HDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 60 فريم. اما بقى بالنسبة لباقي التقنيات فالموبايل دوت في واي فاي من الاصدار السادس وبلوتوث من اصدار 5.4 ومعهم كمان الجي بي اس وتقنية NFC والاي ار لكن مفهوش راديو. اما بقى بالنسبة للبطارية فالموبايل دوت بيجي ببطارية بساعة ممتازة وهي 5000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط مع شاحن من نوع تايب سي 2 وبيدعم كمان خاصية الاوتو جي، وانا عايز اقول لك تقدر تشحن البطارية من 0% في حوالي 45 دقيقة بس. اما بقى بالنسبة للالوان فالموبايل دوت بيجي بثلاث الوان، الاسود والاصفر والرمادي، وبالنسبة لسعر الموبايل الموبايل دوت اتعلن عنه بسعر 350 دولار يعني حوالي 11000 جنيه مصري، ودوت سعر الرسمي في مصر من غير الجمارك او الضرائب او اي اضافات تانية ممكن تضاف، وفي السعودية يعمل حوالي 1315 ريال سعودي، وفي دولة الجزائر يكون عمل حوالي 47000 دينار جزائري، وفي دولة العراق يكون عمل حوالي 360000 دينار عراقي. وطبعا ديت المواصفات والاسعار، وانا شايف الموبايل بيقدم مواصفات ممتازه جدا جدا كمان مش اي مواصفات مقابل سعر منافس جدا في السلسله ديت بدايه الفئه المتوسطه، ولكن الموبايل يعتبر في الفئه المتوسطه حرفيا بس سعره ممتاز. بس في النهايه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير والكومنت بتاعك، والسلام عليكم.